بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو الأخير اتكلمنا عن المانجمنت ليفلز في الاورجانيزيشن، واعتمدنا على الشكل الهرمي للمؤسسة الموضح بالديجرام اللي ظهر قدامنا ده. تمام، انا وجدت ان الفيديو الأخير فيه معلومات كتير ومركزة، ففضلت ان انا اعيده تاني على عدة فيديوهات صغيرة بحيث تبقى المعلومات اوضح واسهل في الاستيعاب. النهارده هنتكلم على انواع المديرين وتقسيمهم بناء على تقسيمات على شكل فيرتيكال راسي، وتقسيم المديرين وانواعهم بشكل هوريزونتال اللي هو الافقي. هنبتدي بالراسي الاول. هنلاقي ان المديرين بيتقسموا لتوب مانجرز، تمام، ده بيبقى اندر التايتل سي او 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 الكوربريت او الجروب هيد او الفايس بريزيدنت، تمام، دول بيبقوا اللي هم التوب مانجرز للمؤسسه، تمام، ودول بيهتموا باللونج تيرم بلان والاوبجكتيفز بتاعت المؤسسه على المستوى البعيد وعلى المدى البعيد. والليفل الثاني اللي هم ميدل مانجرز، تمام، دول بيبقى اندر تايتلز زي البيزنس يونت مانجر والديبارتمنت مانجر، تمام، والميدل مانجرز بيهتموا بالميد تيرم اوبجكتيفز وجولز، وبيحققوا بينفذوا الاستراتيجي اللي بيكون مطلوبه منهم او موضوعه عن طريق التوب مانجرز. ثالث نوع بالتقسيم اللي هو الفيرتيكال ان هو الفيرست لاين مانجرز، ودول اللي هم بيبقوا موجودين باحتكاك مع الجروب اللي هم النون مانجرز على احتكاك يومي، وهم دول اللي بيكونوا مهتمين اصلا بالدي تو دي اكتيفيتيز ومشاكلها وتحقيق الدي تو دي جولز بالنسبه للمؤسسه. فده كده احنا بنقسم الفيرتيكال او تايبس اوف مانجرز فيرتيكالي لتوب مانجرز، ميدل مانجرز، فيرست لاين مانجرز. طيب لو حبينا نقسمهم هوريزونتالي هنجد نوعين من المديرين، اللي هو اللاين مانجرز اللي هم بيمثلوا الباك بون بتاع المؤسسه، بيبقى هم المديرين المسؤولين عن البرودكشن والسيلز والار اند دي اللي هو ريسيرش اند ديفلوبمنت، دول الباك بون ودول اللي احنا بنسميهم اللاين مانجرز. فاي في كل ليفل من الليفلز بيبقى اللي هي الفيرتيكال بيبقى فيه لاين مانجرز، تمام، وفي برضه في الليفلز برضه اللي موجوده سواء توب مانجرز او ميدل مانجرز اللي هم ستاف جوبز او ستاف مانجرز اللي هم مسؤولين عن وظائف مساعده لللاين جوبز مانجرز زي الاتش ار، زي المانجمنت انفورميشن سيستمز، اكاونتنج، فاينانس، ادمنستريشن اللي هو السكرتاريه، تمام، في جميع الليفلز دي. فممكن احنا نبص نلاقي ان الجزء ده اللي باين قدامنا نص الهرم اليمين، تمام، دي اللي هي الستاف مانجرز، ونص الهرم الشمال اللي هو اللاين مانجرز، تمام. اتمنى ان تكون المعلومه واضحه او وضحت اكتر وبقت اسهل. ولو الفيديو ده عجبكم اتمنى انك تشتركوا معانا في قناة جيت ريدي اكاديمي وتدعمونا بمشاركتكم ولايكاتكم، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله.